سيدي أنا افتكرتك مش هتيجي. مهما كانت مشاغلي ما تشغلنيش عن معاد غدانا سوا. أنا جايب لك حاجة حلوة. في حاجة مضايقاك يا كوازيمودو؟ أنا أبدا. لا في، أنا عارف إن في. متهيألي إنك مخبي حاجة. لا أبدا يا سيدي أنا ما في. أنت ما بتاكلش ليه؟ طعمه حلو ومتشكل. أي أي بذرة. في إيه ما تغير هنا؟ ما فيش يا سيدي. ده آخر تمثال عملته؟ بديع جدا. في شبه كبير من الغجرية. أنا عارف إن أنت اللي هربتها، ودلوقتي باريس كلها بتتحرق بسببك أنت. يا عطفت علي يا سيدي. أنت مغفل، ده ما كانش عطف، ده مكر، دي غجرية. الغجر ما يعرفوش الحب. افتكر يا ولد، افتكر أمك. لكن واحد مسكين زيك، طفل مشوه، هيروح فين من أفعى ملعونة زي دي؟ بس ما تخافش يا كوازيمودو، قريب جدا هتخرج من حياتنا، وأنا اللي هخلصك من لعنتها، ومش هتعذبك بعد النهاردة. تقصد إيه؟ أنا عارف مخبأها، وبكرة عند الفجر هاجمه معايا 1000 راجل.